وهذا وقت الفراق بعد وكيل يم انت وانا مشتاق بعد وكيل مو هذا وقت الفراق اشتاق لك وقت هواك يداين دموع النار كان غر مذبوح شوق ما صدق يموت الماء قالولي بس ما صدقت يا صاحب دليني باب النسيان حتى انسى كنا صحبة بعد وقت ليش تموت السنة بعمرك عرسان ما صدق من ايدي رح يا صاحبي بعد وقت ما صدق من ايدي رح يا صاحبي يا صاحبي اسفين يعني كابتن بس مصطفى فعلا يعني الكلمه والكلام اللي عليه بعد وقت وتحتاج اليوم وقت مصطفى تحس ابنك اللاعب الحارس اللي كثير عملت معاه ممكن شويه تحكي لي عن مصطفى وفعلا اليوم كنا محتاجيه كانت فرصته اليوم الله يرحمه ورحمته الواسعه يعني خساره انه وخساره الحمد لله وخساره كان حارس مشروع حارس يعني انظلم اي كان ممكن ان يكون متواجد يعني اكثر من مره كنت يعني قريب علي بصراحه عملت معاه كنت يعني ابني هو يعني ابنك وانا قلت لك ابنك ابني يعني هو ابني مو يعني جيجي انصدمت بخبر وفاته انصدمت ما فارقته من المستشفى كابتن جليل اقرب عليه لكن انت ايضا اضربت الدموع انا اقرب عليه بعد انا ضربت بنفط ميسان كنت بنفط الوسط انا كنت بنفط الوسط انا ضربت بنفط ميسان يعني اشتغل سنه كامله يعني بيدي يماني ويا بال يعني انسان خلوق انسان يعني صاحب همه شهامه إنسان شجاع إنسان يعني انسان بكل معنى الكلمه كل معنى الكلمه يعني طيب ما بي غلط ماكو غلط اي لكن هاي يعني الحمد لله يعني قول الحمد لله حارس مصطفى كان يستحق التواجد بالمنتخب كابتن احمد اكيد يعني احنا ما نريد نقول الله يرحمه ما نريد نجامله وهذا لكن كان مستواه